بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أحد الأخوة يسأل أو يتساءل: كيف يأمر الله الأغنياء أن يفسدوا في الأرض ثم يدمر الله هذه القرية؟ طبعا هذا السؤال أيها الأحبة طرحه كثيرا الملحدون قبل ذلك، ليشككوا الناس ويقولوا إن الله يأمر بالظلم والفساد. ولكن الحقيقة نحن عندما نتتبع آيات القرآن نجد أن كل آيات القرآن أمر الله لا يكون إلا لخير. قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كيف ينهى الله عن البغي ثم يأمر المترفين أو الأغنياء أن يبغوا؟ طبعا أيها الأحبة، لكي نفهم هذه الآية، أسلوب القرآن أسلوب شديد الاختصار، يعطيك المعلومة المؤثرة المباشرة التي لا تستطيع أن تحذف كلمة واحدة من الآية. لنفهم هذه الآية دعونا نذهب إلى قصة فرعون. فرعون طغى في الأرض وبغى، وكان يذبح الأطفال ويستحيي النساء، وقال أنا ربكم الأعلى، وظلم الناس واستعبدهم. ماذا، كيف عامله الله؟ هل أمره بالطغيان ليهلكه؟ لا. قال لسيدنا موسى وهارون، قال لهما: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن الله عز وجل يريد من هذا الفرعون أن يعود لله، أن يتذكر، أن يخشى، أن يؤمن، مع أنه يذبح الناس ويقتل المؤمنين. الله عز وجل أراد أن يتوب عليه، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فرعون يريد أن يظلم الناس، والله تعالى يريد أن يتوب عليه، يريد أن يهديه للحق، فأرسل له نبيين كريمين، سيدنا موسى وهارون عليهما السلام. طلب معجزة فأراه الله معجزة كبرى، وهي انقلاب العصا إلى ثعبان مبين، ليبتلع ما عمله السحرة من عصي وحبال. ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل هؤلاء السحرة يؤمنون ويسجدون ويتحدون إرادة فرعون، ويقولون، يخاطبونه بكل جرأة، مع العلم أنهم قبل قليل قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قبل قليل كانوا ينافقون لفرعون، انقلبوا ضد فرعون، على الرغم من ذلك لم يقتنع. انظروا إلى هذا الجبروت وهذا الظلم وهذا الفساد. إذن أيها الأحبة، هذا دليل مادي على أن الله يريد الخير. طيب كيف نفهم هذه الآية؟ الله عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية. ما طبيعة هذه القرية؟ هل هي قرية مؤمنة آمنة مطمئنة تعبد الله؟ لا، الله لا يهلك إنسانا يقول يا رب، بالعكس الله يحمي هذه القرية. هذه القرية أيها الأحبة هي قرية ظالمة. كيف عرفنا ذلك؟ اقرأوا كل آيات القرآن تجدون أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني قرية ظالمة فاسقة، أمرنا مترفيها، لأنه غالبا من ينشر الفساد هم الطبقة الغنية ذات السلطة والقوة والمال. هذه الطبقة هي المسؤولة وهي التي تنشر الفساد.
أمرهم الله أن يعودوا إليه، أن يلتزموا بتعاليمه كما أمر فرعون أن يخشى ويتذكر، أمره أن يؤمن بالله. أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بفعل الخير والرجوع إلى الله، ولكن ماذا كان رد فعلهم؟ ففسقوا فيها، بالغوا بالفسق، بالغوا بالطغيان، عندما لم يستجيبوا لنداء الله عز وجل ولم يلتزموا أوامر الله ونواهيه. حق عليها القول، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن أيها الأحبة، أصبحنا الآن نفهم هذه الآية وفقا للمنطق القرآني العام. يعني أنت لا يجوز أن تفهم آية بمعزل عن بقية الآيات. يأتي شخص يقول فويل للمصلين، ويقول من يصلي له الويل وله جهنم، هذا كلام فارغ. أو يقول لا إله ويصمت، أكمل قل لا إله إلا الله. إذن أيها الأحبة، لا يمكن المشكك والملحد ماذا يفعل؟ يقتطع أجزاء هكذا من القرآن ويسلط عليها الضوء ويقول انظروا القرآن كتاب عنف. يعني مثلا فضرب الرقاب، يقول انظروا الإسلام يأمر بضرب الرقاب. طيب هذه الآية متى قيلت؟ أين قيلت؟ ما هي مناسبتها؟ هذه الآية أنزلت كتعاليم ضمن الحرب، تستخدم في الحرب فقط. اليوم كل الدول لديها علوم عسكرية، في العلوم العسكرية والدفاع عن النفس والدفاع عن هذه الدولة هناك مجموعة من التعاليم، مجموعة من الاحتياطات، مجموعة من الأوامر، تنفذ فقط في حالة الحرب، لا يمكن تنفيذها في حالة السلم. يعني في حالة السلم لا تطبق. نأتي لهذه التعاليم التي تطبق في حالة الحرب ثم نقول إن هذا القانون مثلا يريد أن يرهب الناس؟ لا. كذلك الإسلام، هناك 10 آيات مثلا أو 20 آية من أصل 6236 آية، انظروا كم عدد الآيات، عدد قليل جدا، أقل من 1% على فكرة، أقل من 1% عدد الآيات التي هي مخصصة في مجال العلوم العسكرية ومجال الحرب، أقل من 1%، ولا تطبق إلا في حالة الحرب. يأتي الملحد فيأخذ هذه الآية، يقتطع هذه الآية من سياقها، ثم يقول لك انظر الإسلام ماذا يأمر، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لا يذكرون هذه الآية، يذهب إلى آية ثانية فضرب الرقاب. طيب ماذا قبل ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ تجد أن هذه الآية تطبق في المعركة فقط. يعني شخص هجم عليك ليقتلك، أنت من حقك أن تدافع عن نفسك، هذا مفهوم الآية. وليس أنك إذا وجدت أي شخص أن تضرب عنقه، وهذا كلام فارغ أيها الأحبة. لذلك أحبتي في الله، ينبغي إذا أردنا أن نفهم أي آية أن نقرأ بقية آيات القرآن. القرآن لا يمكن أن تأخذ منه أجزاء هكذا، ستدخل في مجال الشبهات. وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي أن هذه القرية فاسقة تستحق الهلاك، ولكن قبل أن نهلكها نأمر مترفيها أن يعودوا إلى الله، كما أمرنا فرعون أن يعود إلى الله، كما أمرنا قوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم كذا وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء أمرهم الله من خلال الأنبياء أن يعودوا إلى الله. عندما رفضوا وفسقوا حق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذا الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.